محمد بن حسن بن ثيمة العامري وسعيد بن مظفر العامري أيضا سلامات عينوية حملتها البداية الأولى. انطلق أيضا شوطنا الجديد وننطلق أيضا مع هذه اللحظات مباشرة إلى زميل سالم سعيد بن حضيرم ليتابع هذا الانطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم أيها الحفل الكريم مشاهدين الأعزاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من فعاليات المهرجان السنوي الكبير الذي قاموا هنا على أرضية ميدان المرموم بإمارة دبي وهي انطلاقة الشوط الخامس. وتابعت ويانا شوط الكاس وشوط الكاس ذهب مع هيمنة هيلمان للسيد محمد بن حسن بالثيمة العامري وشوط البندقية أيضا ذهب مع نحاب للسيد سعيد بن مظفر بن محمد العامري وشوط السيارة ذهب مع اليروة للسيد سعيد بن مطر الرميثي وهي انطلاقة الشوط الرابع. الشوط الرابع والشوط الرابع مخصص للجعدان لأبناء القبائل الجعدان الحجايج. ونتابع وياكم أيضا الآن مقدمة هذا الشوط. أرى الآن في المركز الأول الصبور. الصبور في المركز الأول للسيد سعيد بن خويتم العامري الصداوي. الصداوي في المركز الأول لسعادة المحافظ سليمان بن حمد بن جبرين. المركز الثاني. المركز الثاني رعد للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. وفي المركز الثالث للسيد مطر بن سعيد الرميذي واسمع النصر. وفي المركز الرابع. المركز الرابع مبدح للسيد عتيج بن محمد بن زيتون المهيري. وفي المركز الخامس. المركز الخامس الرمادي. الرمادي في المركز الخامس للسيد محمد بلقوم المنصوري. وفي المركز السادس أرى اللي في المركز السادس في هذه اللحظات. المركز السادس الشغف في المركز السادس للسيد نادر بن سالم بالورع العفاري. وفي المركز السابع. المركز السابع للسيد صالح بن حمد بن شليويح العامري واسمه جوهر. وفي المركز الثامن. المركز الثامن للسيد محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي واسمه شايم. وفي المركز التاسع ناخذ اللي في المركز التاسع. وفي المركز التاسع من الجانب الثاني للسيد علي بن ناصر بن بخيته. وفي المركز العاشر للسيد سعيد بن محمد الكليلي. هذه النتيجة. هذه النتيجة. ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط. ورى الآن في المركز الأول في هذه اللحظات الشغب غير وانتقل إلى المركز الأول للسيد نادر بن سالم بالورع العفاري. المركز الثاني شعار المحافظ الصبور ولا الصداوي. الصداوي في المركز الثاني لسعادة المحافظ سليمان بن حمد بن جبرين اللي في المركز الثاني. وفي المركز الثالث مبدع في المركز الثالث للسيد عتيج بن محمد بن زيتون المهيري. لكن أرى شعير السيد سعيد بن محمد الكليلي على ظهر شاهين يتسلل إلى المركز الثالث في هذه اللحظات. الشعار المعروف الشعار الذي يمتلك سعيد بن محمد الكليلي. وفي المركز الخامس ننتقل إلى رعد في المركز الخامس للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. وفي المركز السادس الرمادي في المركز السادس في هذه اللحظات للسيد محمد بلقوم المنصوري. وفي المركز السابع للسيد علي بن ناصر بن بخيته المري غير وانتقل إلى المركز الثاني في هذه اللحظات واسمه البالوم. يا سلام يا البالوم ضيف عزيز قادم للمشاركة هنا من المملكة العربية الشقيقة. 1200 متر يفصل البالوم عن السيارة وعن الناموس. يا سلام يا البالوم. البالوم تشاهدونه على شاشة التلفزيون بدأ يتسلل بدأ يسيطر على مقدمة هذا الشوط للسيد علي بن ناصر بن بخيت بن بخيت المري. وفي المركز الثاني الصداوي في المركز الثاني رد الصداوي الآن وغير وانتقل إلى
مقدمة هذا الشوط لسعادة المحافظ سليمان بن حمد بن جبرين، يغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني شاهين للسيد سعيد بن محمد الكليلي، وفي المركز الثالث شيبوب، في المركز الثالث للسيد مبارك بن محمد بن نصرة العامري صاحب المفاجآت، دائما دائما يطلع بجديدة في الختاميات. ننتقل إلى المركز الرابع، يتسلل إلى الثالث إلى الثاني إلى الأول في هذه اللحظات. شاهين يتسلل إلى مقدمة هذا الشوط للسيد علي بن محمد الوهيبي، يتسلل إلى مقدمة هذا الشوط، يبقى يبعث السلام إلى أهل سلطنة عمان وخاصة هالبدية. يا سلام. المركز الثاني، المركز الثاني سراب، سراب للسيد عبيد بن غدير الوهيبي، يا سلام. لكن خلونا مع شاهين، مع شاهين ومع انفرادة شاهين، وها هو شاهين تشاهدونه على شاشة التلفزيون، ينفرد بمقدمة هذا الشوط، ينفرد بالسيارة ويغادر بالسيارة من هنا إلى سلطنة عمان وخاصة هالبدية وأيضا هالباطنة، يستاهلون السلام. تهانينا من الأعماق للسيد علي بن محمد الوهيبي على فوز شاهين بالمركز الأول وعلى هذا العرض الطيب الذي قدمه في هذا الشوط. ننتقل إلى شيبوب في المركز الثاني للسيد مبارك بن محمد بن نصر العامري، المركز الثالث سراب، في المركز الثالث للسيد عبيد بن غدي الوهيبي، المركز الرابع شاهين للسيد سعيد بن محمد الكليلي، وفي المركز الخامس للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. بقية المراكز حتى المركز العاشر نتركه لأعضاء خط النهاية. شاهدت ويانا أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء، شاهدت شاهين وهو يوصلنا عند الكيلو الأخير وينفصل بمقدمة هذا الشوط وسيارة هذا الشوط. هذه الفوز والناموس إلى مالك السيد علي بن محمد الوهيبي، قاطع مسافة الأربعة كيلومتر في زمن وغدره 5 دقائق 53 ثانية وست أجزاء من الثانية، ويتحطم التوقيت تحت أقدام شاهين. توقيت أول مرة يحدث على أرضية ميدان المرموم، 5 دقائق 53 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لكم يا أهل الشرقية، تهانينا للسيد علي بن محمد الوهيبي، وتهانينا لك يا أبو محمد. المركز الثاني الذي وصل في المركز الثاني شيبوب، قاطع المسافة 5 دقائق 56 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا للسيد مبارك بن محمد بن نصر العامري، والذي وصل في المركز الثالث سراب، قاطع مسافة الأربعة كيلومتر في زمن وغدرة 5 دقائق 56 9 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد عبيد بن غدير الوهيبي، تهانينا للجميع. والآن لنا عودة مع الزميل عبد الرحمن أحمد أمين. شكرا سالم السيد بن حضيرم. شكرا يا شاهين.